صربي ميودراك بيسيتش هو المدير الفني الجديد اللي تولى مسؤوليه نادي المريخ. اذا ممكن تدينا فكره عنه وتتوقع ايه ممكن تكون الاضافه، وهل هيكون قادر على قياده الفريق او الوصول بيه لابعد مدى في بطوله دوري الابطال؟ نادي المريخ يعتمد اكثر على اللاعبين الذين يلعبون في المنتخب الوطني، يعني اسماء معروفه كالتش كمحمد عبد الرحمن كالعديد من الاسماء التي يعرفها الجميع، يعني ليس هناك يعني شيء سر في تشكيله المريخ. أيوة. ولكن عموما يعني دعني اذكرك فقط بان حتى في هذه الظروف لا يمكن ان تتوقع ما هي التشكيله، خاصه ان هناك الكثير من الفترات التي مر بها الفريق، خاصه في فتره الكورونا وفتره الكوفيد التي مرت علينا جميعا. يعني احنا تقريبا منذ عام ليس هناك استقرار في كرة القدم في العالم، ليس فقط في نادي المريخ، ولكن هذه الفترة قد تكون هي استراحة محارب، وبالتأكيد العطاء والإرادة الحقيقية للاعبين هو الذي سيكون دندن الأسماء التي ستلعب، سواء أيا كانت التشكيلة، سواء كانت أساسية أو كانت احتياطية. أعتقد كابتن أن المدرب يعرف المفاتيح الحقيقية للفريق، هناك أسماء جديدة دخلت إلى التشكيلة بدون ذكر أحد أو تفوق أحد على الآخر كابتن، ولكن حقيقة أن الجميع يعرف المسؤولية التي تقع على عاتقه، وبإمكانه أن يكون هو الجندي المقاتل الحقيقي داخل المستطيل الأخضر، خاصة أمام فريق كفريق النادي الأهلي الذي يمر باستقرار كبير توج باللقب، يملك لاعبين، هناك توليفة كبيرة ما بين اللاعبين لفترة طويلة، وهو ما ينقص فريق المريخ بطبيعة الحال. ولكن على ما يبدو أن الجميع يعرف هذه المعلومات، لست أنا وحيدا ولا أخفي عليك، يعني أنه ليس سر ما أقوله الآن، كل ما يمكن أن أقوله الآن معروف للجميع، معروف خاصة للاعبي فريق المريخ، وسيكونون مقاتلين داخل المستطيل مين الأخضر، تتوقع وسنشاهد مباراة كبيرة مع من الأهلي. وجهة نظرك